أساتذة علم النفس اتكلموا كتير عن المشاعر وأكدوا إن مفيش مشاعر سيئة في المطلق، حتى المشاعر اللي إحنا بنتكسف منها زي الخوف والغضب والكراهية مثلا، كان رأيهم إن المشاعر دي مهمة للإنسان، فقالوا إن لولا الخوف كان قل الحذر مما يعني المزيد من المصائب للإنسان، ولولا الغضب لمر كل فعل مشين بلا رادع ولانتهكت المحارم والجاني آمن. وأكدوا إن الإنسان مننا محتاج يدي الفرصة لمشاعره بالتعبير عن نفسها بشرط إنه ما يغرقش فيها. فمثلا لو لا قدر الله يعني مريت بحادثة فقد أو وفاة شخص عزيز عليك، هنا هتعمل إيه؟ لازم تسمح لمشاعرك الحزينة بالتعبير عن نفسها، وتعرف إن كتمها مش بينهي وجودها، لأ ده بيخزنها جواك، وتفضل مشاعرك أسيرة ضغط عليك وعلى نفسك ولازم تحرر. وكمان حذروا من فكرة الإغراق في المشاعر. أنا معاك، عيش اللحظة بمشاعرها، ولكن انتبه لتطرف مشاعرك سواء في الحزن أو الفرح. التطرف خطر في كل حاجة. علم النفس بيأكد القصة اللي بدأنا بها حلقتنا، وهو أن إيمان الإنسان بأن كل حاجة هتمر بيخليه متزن وقادر أنه يتعامل مع كل حاجة بحكمة وعقل. وقالوا كمان أن الأفكار اللي بتملى عقل الإنسان زي أن الحياة لازم تمشي على وتيرة واحدة، أو أن الأمور لو مشيت عكس ما أنا عايز يبقى الدنيا باظت. الأفكار دي هي اللي بتضغط علينا وتخليك إنسان ضعيف في مواجهة الظروف والتحديات. وأن الصح أن نسلم لله، نسلم لله في أحكامه، ونهيئ نفسنا بالقليل عن القضاء والقدر، ونعرف أنها أيامه بتمر وأن كل هذا حتما سيمر. شكرا ليكم وإلى اللقاء.